مشاهدينا الكرام، طابت اوقاتكم ومرحبا بكم الى لقاء جديد وعدد جديد من برنامج الاسبوع المغاربي. كما عودناكم مشاهدينا الكرام، ثلاث محاور في كل حلقه. الشان بدايه بالشان الجزائري، عنوان هذه الحلقه التخوين يطال الشخصيات السياسيه والثوريه. وفي الملف الثاني سننتقل الى موريتانيا، سجن الرئيس الاسبق محمد ولد عبد العزيز من القصور الرئاسية إلى السجن. والمحور الثالث والأخير في هذه الحلقة، المؤتمر الدولي برلين 2 لحلحلة الوضع ولملمة أوضاع الفرقاء في ليبيا، الشأن الليبي بين مؤيد ومعارض. مشاهدي الكرام، لمناقشة هذه المواضيع أسعد باستضافة كل من الأستاذ عبد القادر صوفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة البليدة. مرحبا دكتور. شكرا على الاستضافة. كما أسعد باستضافة السيد عز الدين جرافة. مرحبا دكتور، محلل سياسي. أهلا وسهلا ومرحبا. كما سيكون معنا عبر خدمة السكايب مباشرة من موريتانيا الأستاذ عبد الرحمن ودادي، محلل سياسي. ومن ليبيا الدكتور مسعود المهدي السلامي، أستاذ جامعي في العلاقات الدولية. مشاهدي الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا. مرحبا مجددا. أبدأ معك الأستاذ عبد القادر صوفي. مؤخرا اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مقابلة تلفزيونية صرح فيها أحد نواب البرلمان سابقا، مما اعتبر خدش للذاكرة الجماعية لدى المواطن الجزائري، بحيث طال التخوين بعض رموز الثورة الجزائرية وشخصيات وطنية. ما هي قراءتك لما حدث، خاصة أن المقابلة كانت متلفزة والتصريحات سمعها العام والخاص؟ كيف استقبلت أنت هذا؟ شكرا. في البداية دعني أجدد تحياتي لكم وشكري لهذه الاستضافة، كما أحيي من خلالكم ضيفكم والمشاهدين الكرام لهذه القناة، قناة الوطنية. لكن بالعودة إلى الموضوع الساعة، السؤال المطروح أولا، لماذا جاءت هذه الحصة وتناولت في هذا الظرف بالذات رمز من رموز الوطن؟ وهذا الرمز هو مؤسس الدولة الجزائرية، ألا وهو الأمير عبد القادر. هناك دول تسعى لبناء نماذج لشخصيات وطنية وهمية من أجل لملمة الشعب، من أجل بناء مرجعية تاريخية وقومية، في حين أن الجزائر لا ترجع إلى هذه الأوهام، لأن الكم التراكمي للحضارة الجزائرية أو حضارة الأمة الجزائرية عبر العصور منذ العهد النوميدي أو ما قبل إلى يومنا هذا، استطاعت الجزائر أن تبني أو تصنع تاريخ وتجسد شخصيات وطنية قوية ينحني أمامها التاريخ والمؤرخين والعام والخاص. الملاحظ دكتور، إذا كنت تسمح لي، أنه صاحب هذه التصريحات هو ابن شهيد، ويطعن في مثلا أبو الوطنية مصالح الحاج، الرئيس الراحل هو ريبو مدين، شخصية الأمير عبد القادر. كيف تقرأ هذا؟ الحقيقة دعني أقول أنه بغض النظر عن الشخص الذي تحدث عن هذا، نحن نتحدث عن المساس برمز الدولة الحديثة، دولة الجزائر الحديثة. هل يعقل أن نفس الشخص كان يمكنه أن يتحدث عن الشخصية التي يمثلها أو ينحدر منها، أو شخصيات في منطقة معينة دون منطقة أخرى؟ فالثورة الجزائرية مثلا صنعها كل الجزائريون في كل مناطق الجزائر، كل شبر من أرض الجزائر حرر بدم الجزائريين دون استثناء ودون اعتبار. بالعودة إلى الأمير عبد القادر، الكثير لا يعرف من هو الأمير عبد القادر بن محي الدين. عبد القادر بن محي الدين
كان مرجعية في ربما تبني نماذج أو نموذج القانون الدولي العام، قانون الحرب، القانون الإنساني، كلها كان الأمير عبد القادر سباق لهذا. ولعل القوى الكبرى التي تعترف به وتعترف بإنسانيته وبقيمه وبشيمه لذلك الفعل، وليس لأنه كان عميلا لأمريكا أو عميلا لفرنسا. هذا ما ذهب إليه البعض. الأستاذ عز الدين جرفة، كيف تقرأ أنت هذا، كيف استقبلت هذا التصريح يعني متابعتك، ما هو رد فعلك يعني؟ والله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا شخصيا لم أتوقف كثيرا عند الألفاظ التي تفضل بها أو نطق بها هذا صاحب التصريح، صاحب هذا التصريح، ولا حتى عند الطريقة والأسلوب التي تم تداولها إعلاميا. لماذا؟ لأن قراءتي الخاصة أن ما حدث يندرج ضمن سياق أوسع بكثير، سياق دولي أو ما يسمى بالنظام العالمي الجديد الذي تريد إقامته الدول العظمى وعلى رأسها أمريكا وأوروبا وإسرائيل. كجزئية من هذا التصور الجديد للعالم العربي، للعالم الثالث عموما والعالم العربي خصوصا، هو محاولة للتشكيك في الدول الوطنية من حيث المبدأ ومن حيث الممارسة ومن حيث الوجود، وهذا أخطر ما في الأمر، وهذا لن يتحقق إلا بضرب المرجعيات، سواء كانت مرجعية دينية، مرجعية وطنية، مرجعية ثورية، مرجعية تاريخية، مرجعية يعني احتضنها المجتمع بصفة عامة بصرف النظر عن مستوى هذه المرجعية. إذن المشروع يندرج في مشروع أوسع بكثير من حرية التعبير ومن لقاء صحفي ومن تداول إعلامي. ضرب المرجعيات، لماذا اليوم واليوم بالذات بعد انتهاء اتفاقية سايكس بيكو، بعد محاولة جادة أحيانا وفاترة أحيانا أخرى من طرف دول كانت مستعمرة من طرف أوروبا ومن طرف دول العظمى، ثم أخذ استقلالا شكليا، وهي اليوم تحاول أن تخرج من تلك العزلة وأن تبني دولة وطنية لا تزول بزوال الرجال، ومنها الجزائر. عندما نتحدث عن الأمير عبد القادر على سبيل المثال أو غيره، هل من طعن الآن في تاريخ هذه الشخصيات برأيك خلفية سياسية إيديولوجية تاريخية مثل ما قلت أنت؟ لأنه أحدهم علق في هذا الشأن قال باختصار النار تجيب الرماد، النار تولد الرماد. أنا أقول أن الموضوع أوسع بكثير من هذا. يا ليت ينحصر الموضوع في قناعة شخصية لشخص انحدر من عائلة معينة، سواء كانت عائلة شريفة أو غير ذلك. الموضوع أوسع بكثير، لأنه مسألة الطعن، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام طعن فيه وتكلموا فيه أشياء كثيرة وخطيرة للغاية، ولكن لم يعني يؤثر ذلك على مسار هذا النبي ولا غيره من الأنبياء. إذن الموضوع أنا في رأيي لا علاقة له لا بحرية التعبير ولا بموضوع المتداول ولا بما قاله هذا الشخص ولا بإسقاطته. علما دكتور، اسمح لي قطعك. نعم. علما أنه هو يقدم نفسه كباحث في التاريخ لا علاقة له،
يعني هناك من يؤكد بأنه لا علاقة له بالتاريخ كبقية المواطنين، ربما درس مواضيع معينة، ولكن كباحث في التاريخ كمتسائل البعض يقول لا علاقة له به. هو موضوع من ناحية الأخلاقية العامة، الأخلاق بمفهومها العام. نعم. الأصل في القضايا التاريخية أن توكل لناس اختصاصيين في التاريخ. اختصاص. نعم. واليوم نحن العالم قد تجاوز الفردانية، قد تجاوز الرأي الفرد والتحليل تاع الفرد إلى أحكام تاع مؤسسات. المفروض أن تكون هناك مؤسسات تشتغل في التاريخ وتأخذ يعني كل ما يتطلبه البحث التاريخي سواء على شخص أو على مجموعة. أنا أقول لك أن الموضوع المؤكد أن النظام العالمي الجديد يريد للدول التي كانت مستعمرة من طرفه ومن طرف رموزه تحاول اليوم أن تؤسس من جديد لدولة وطنية، بمفهوم أن مجموع الوطنيين الشعب والنخبة تريد أن تؤسس لدولة جزائرية. ما علاقة هذا التحول وهذا التحرك الآن بشخص معين كالأمير عبد القادر وغيره؟ أنا لا أدخل في التفاصيل رغم أنه كله لغط، كله كذب، وكله افتراء، وكله نابع من خلفية إيديولوجية مقيتة، ولكن أبعد من هذا أنه مجرد آلة، مجرد أداة، سواء شعر بذلك أم لم يشعر، سواء قصد بذلك أم لم يقصد، فهو أداة. مع الأسف في داخل الوطن العربي وفي داخل وطن الجزائر أداة لضرب رموز، وسوف لن تنتهي بالأمير عبد القادر. إذا استمر هذا المسار سوف نسمع ويسمع الجزائريون عن قادة كبار في الثورة الجزائرية، عن مؤسسي الثورة ذاتها، عن حتى عن سيطالهم الطعن والتخوين والتهجم والتخوين والهدف في نهاية المطاف هو القول أن الجزائر ليست دولة لا في الماضي ولا في الحاضر ولا تستطيع أن تكون دولة، وهذا يخدم أجندات، وليس هناك مراجع ولا ثوابت ولا قيم ولا هوية، كل شيء مطعون فيه. نعم. يعني بعد ذلك سنخرج إلى نتيجة أن الجزائر لن تستطيع أن تكون دولة إلا تابعة لغيرها، سواء باستعمار مباشر أو باستعمار غير غير مباشر. الأستاذ صوفي، سمعت جيدا واش قال الأستاذ عز الدين الآن، برأيك هكذا تصريحات سيكون لها تأثير في الوسط الاجتماعي، خاصة عند الشباب الذي لم يرافق إن صح التعبير الجيل السابق ولا يعرف عن هذه الشخصيات إلا ما درسه في كتب التاريخ أو كاسم سمع به، برأيك هناك تأثير؟ ما كانش تأثير مجلد ظل نعتبره وسيمر، أم يجب التوقف عنده وأخذ الإجراءات التي ينص عليها القانون؟ هي في الحقيقة هذه ليست سابقة، لقد سبق وأن تعرض العديد من رموز الجزائر إلى مثل هكذا محاولات تشويه للسمعة، لكن الشعب الجزائري على رمته وفي أغلبه يعرف قيمة الأمير عبد القادر ويعرف قيمة الرموز ويعرف خاصة أهمية الثورات الشعبية الغير منظمة والثورات الشعبية المنظمة والثورة التحريرية الكبرى وقيمتها، والدلالة في ذلك أن هذه القيمة ليست قيمة وطنية فحسب بل هي قيمة عالمية. كبار المؤرخين يتحدثون عن الثورات أو الثورة الجزائرية على أنها فريدة من نوعها كنموذج يقتدى به، وكل ما أنتجه الجزائري كان نموذجا يدرس ويدرس. هل هذا سيؤثر؟ لا أظن أنه يؤثر، بل لكن الخلفية، دعني أقول أنه الجزائر مستهدفة في الجبهة الداخلية في الحروب الحديثة أو الحروب الهجينة. الآن تجاوزت مفهوم الحرب الصلبة إلى الحروب
الجيل الرابع والجيل الخامس التي تذهب في الاتجاه إلى تفكيك الجبهة الداخلية وضرب العمق الاستراتيجي للدولة من خلال تفكيك الاجتماعي أو على الأقل استعمال أولا القنبلة السوسيولوجية في التركيبة السوسيولوجية من حيث أولا التخوين والتفكيك وزرع الفتنة والبلبلة ما بين أهل الشرق أهل الجنوب أهل الغرب أهل الوسط، ما بين الشخصيات، ما بين صناعة الفيك نيوز، أيضا ما بين استعمال التلفزيون العالمي وشبكات التواصل، كلها وسائل تحاول إضعاف الدولة من خلال ضرب رموزها. ونحن نعلم أن ربما كما ذكر الأستاذ عبد العزيز أنه مثلا دولة جارة حاولت أنها أن تتبنى كل ما هو تراث ثقافي لا مادي جزائري وتتبناه، علما أنه فاتح الأندلس كانوا الجزائريون وكان الأسطول المحري. ولكن في هذه النقطة بالذات يعني أشار الأستاذ عبد العزيز قبل قليل أنه هناك أجندة مبيت لها في هذه الفترة. لماذا هذا التصريح في هذه الفترة بالذات وفي ظل هذه الظروف، علما أنه كانت هناك انتخابات تشريعية يعني لضمان مؤسسة من مؤسسات الدولة؟ هذا التصريح جاء وكأنه مقصود طبعا لخدمة أجندة قائمة في الظرف الحالي. هو كفعل منعزل، يمكن الحديث عن فعل منعزل مبني على ربما اجتهاد شخصي أو نية مبيتة لطرف معين، لكن الظرف يجعل من الحادثة جزء من عملية استهداف الجبهة الداخلية. وإذا تصورنا أن هذه العملية أو هذه الحصة جاءت فيما يسمى باستراتيجية ضرب الجبهة الداخلية، فنحن الآن نتحدث عن أطراف فاعلة تخدم لصالح أجندة أجنبية. نحن لسنا بصدد أننا نخون من تحدث عن هذا، لأنه هناك عدالة وهناك ربما. على ذكر العدالة، منذ سنة هناك مثقف جزائري كاتب وشاعر كتب على صفحته في فيسبوك بما اعتبر أنه طعن وتطاول على الشهيد البطل عبار رمضان، وتم فصله من عمله وتم سجنه أظن لمدة 6 أشهر. الآن نحن أمام نفس السيناريو، هذا هو سؤالي وأشدد هنا، نحن أمام السيناريو، ماذا تتوقع الأستاذ صوفي؟ أنا لا أتوقع، يساجي با دو بريدير، ولكن نحن إذا كانت العدالة أو القضاء رأى أن هذه العملية تدخل في نفس الإطار لما ذكرتموه، فأخال أنه العدالة سوف توقع نفس العقوبات، خاصة وأنه الأمر يتعلق أولا برمز، أهم رمز بالنسبة للدولة الجزائرية، وهذا سيفتح الباب طبعا أمام آخرين ربما كذلك. لا، هو دعني أقول أنه سوف لن يكون الأول ولا الأخير، لأنه مفهوم الخيانة، إذا تحدثنا عن الخيانة وكان آخرون يذهبون في هذا الاتجاه بمقابل مادي أو بعنجهية، سوف لن يكون لا الأول ولا الآخر. إذا تحدثنا عن الثورة الجزائرية، قيمة الثورة الجزائرية هي قيمة كبيرة، لكن داخل الثورة الجزائرية جزائريون كانوا اصطفوا مع العدو وكانوا خونة، وهم من أبناء جلدتنا. فلذلك القول أن هناك أبناء جلدتنا اليوم يقفون ضد الوطن وتتوفر فيهم شروط الخيانة، هذا شيء عادي. يجب أن نكون مدركين أن كما يقولون بالمثل الشعبي، الكرش تجيب دباغ وصباغ والدباغ. نعم، الأستاذ عبد العزيز، هل تتوقع شيء من هذا حتى يغلق هذا الباب؟ لأنه هناك سابقة
مثل ما قلت الشهيد البطل عبار رمضان اليوم رموز تاريخية وثورية. برأيك إذا لم يغلق هذا الباب سيفتح ربما أبواب أخرى، ما هي توقعاتك؟ هو شوف، إذا 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 اتفقنا على أن الموضوع أكبر بكثير من هذا الشخص ومن هذه الحادثة ومن هذا التصريح، لأن ما هو خطير وأخطر هو أن يكون ضمن أجندة ليست بيد حتى جزائريين وإن كانوا خوانة، يعني أكبر حتى من الخوانة. موضوع كما أشرت الهدف منه هو ضرب مقومات التي تقوم عليها الدولة الجزائرية أصلا. لماذا؟ لأنه لما نسأل لماذا اليوم بالذات، الشخص هذا كان زميلي، كان معي في البرلمان في 97، كان بإمكانه أن يطرح هذا الكلام في على الأقل قبل 30 سنة مثلا على سبيل المثال، وربما قبل، وربما كان بإمكان غيره ممن ينتمون إلى نفس الإيديولوجية أن يطرحوه منذ 62 على الأقل، لأن الجزائر استقلت منذ 62. لماذا بعد 50-60 سنة نعود نجبد موضوع على الأمير عبد القادر اللي كان قبل مئات، قبل يعني عشرات السنين؟ إذن الموضوع بكل بساطة، المواطن البسيط جدا الذي لا ثقافة له ولا يريد أن يوجع رأسه يفهم أن القضية وراءها مشروع، وهذا هو الخطير. أنا بالنسبة لي لو كانت القضية منعزلة، يعني منعزلة في إطار رأي سواء كان خطأ أو صواب، أنا قلت لك أن هناك في التاريخ الإسلامي من طعن في أصول الدين، ومن طعن في العقيدة، ومن طعن في القرآن، ومن تكلم في الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك المنافقون الذين يعني روجوا لأمور عديدة، ولكن يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى السؤال لخدمة من تصريح هكذا تصريح أنا في خدمة من؟ أنا أقول لك أنا بالنسبة لي أمر متأكد عندي وأعلم في هذا الموضوع الشيء الكثير. الموضوع سواء بجهل أو بعلم هذا الذي قام به هو موضوع خارجي تماما. الهدف منه أن الجزائر اليوم تريد أن تؤسس كما يسمونها لدولة الجزائر الجديدة، تريد أن تنطلق بذاتها منفصلة عن فرنسا وعن توصيتها، تريد أن تقيم دولة جزائرية لا تزول بزوال الرجال، تريد أن تؤسس لعهد جديد ومنهج جديد، سواء الآن ينجح ولا ما ينجحش هذا موضوع نسبي. إذن لابد من التشويش على صناع القرار، إحداث نوع من الارتباك، نقل المعركة إلى خارج الملعب تماما، نقل الصراع إلى خارج الملعب تماما وبأدوات غير صحيحة تماما، لأن الأدوات الصحيحة هي الفقهاء والعلماء والباحثين، وهناك مكاتب دراسات ومراكز دراسات ومراكز أبحاث. ماذا يساوي هذا الشخص بالنسبة للمراكز التي تبحث في كل شيء؟ لا يساوي شيء، يعني حتى باش يقنع الذي يستطيع أن يقنع حتى نفسه. إذن أنا الذي أتمنى من صناع القرار، لا أقول السلطة فقط، أن ينتبهوا إلى هذه المسألة في جذورها وفي استراتيجيتها، وأن ينتبه كل صناع القرار إلى هذه المؤامرة، رغم أنه يعني حتى كلمة مؤامرة استعملوا المصطلح في غير محله وعادوا يستهزئوا بها وكأنه ليست هناك أي مؤامرة ضد الجزائر. الجزائر كانت عليها مؤامرة قبل دخول فرنسا وبعد دخولها وقبل الثورة وبعد الثورة، واليوم وستظل موجودة هذه المؤامرة، ولكن على الجزائريين أن يكونوا في مستوى الذكاء وفي مستوى الصراع لتجاوز كل هذه، لا لعدم الالتفات أصلاً إلى هذه المعارك الهامشية التي يريدون أن يجرون إليها حتى ننسى أو نتناسى أو نغفل أو نتغافل أو نتكاسل في الموضوع الأساسي والاستراتيجي، وهو بناء
جزائر جديدة لا تموت ولا تضعف بزوال وبضعف الرجال. شكرا. السؤال الأخير في هذا المحور، سلطة الضبط السمعي البصري استجابت إلى هذا مع قرار وزارة الاتصال توقيف القناة لمدة أسبوع وربما سحب الاعتماد أو الرخصة، لأنه لا توجد لحد الآن، كل القنوات تقريبا هي مكاتب أجنبية. برأيك الأستاذ صوفي، هل ستكون عقوبات أخرى أم ستكتفي الجهات المعنية بتوقيف البث لمدة أسبوع فيما يخص القناة التي بثت هذا اللقاء؟ هناك قوانين، وأظن أنه سوف تطبق القوانين بحسب نوعية المخالفة، ولا يمكن أن نتصور أنه ستكون عقوبة مخففة أو مشددة، لكن سوف تكون العقوبة حسب طبيعة الإخلال التي قامت به هذه القناة. أستاذ عبد العزيز، هل تتوقع عقوبة أكثر أم نتوقف هنا؟ يعني تم إنذار القناة التي بثت اللقاء. أنا أتمنى أن يكون الرد ردا إيجابيا، وهو بتبني كل مشروع استراتيجي للأمير عبد القادر وإعادة بعثه وإحيائه والتركيز على الهوية الوطنية بكل أبعادها وإدخال هذه المسائل كمواد أساسية للتدريس من الابتدائي حتى الجامعي، وتسليط مزيد من الضوء عن طريق الإعلام ذاته. نعم. تسليط مزيد من الأضواء وفتح مناقشات ودراسات وأبحاث حول هذه المراجع، لأنه فرق بين المرجع مقدس وبين الشخص مقدس. نعم. الشخص ليس هناك شخص مقدس، لا الأمير عبد القادر ولا عبد الباديس. نعم. ولا غيره، لأنه يقدر يكون حتى عنده أخطاء في الممارسات. نعم. عنده قصور. نعم. عنده ضعف، عنده كذا. نعم. ولكن المؤسسة كمؤسسة هي المقدسة، المرجعية. نعم. كمرجعية هي المقدسة، ويجب أن يترك الأمر للمؤرخين وأهل الاختصاص. نعم. أستاذ عبد العزيز، انتهى وقت المحور الأول. مشاهدي الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا ونعود إلى نقاش ثانية. مرحبا بكم مشاهدي الكرام مجددا في المحور الثاني من هذه الحلقة. ومن الشأن الجزائري إلى موريتانيا التي تعيش على صفيح ساخن. سجن الرئيس محمد ولد عبد العزيز في قضايا فساد، من القصور الرئاسية إلى السجن. عنوان هذه الحلقة، أبدأ معك السيد عز الدين جرافة، ما هي قراءتك في سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في موريتانيا، بالرغم من أن التحقيق البرلماني أفضى إلى الكشف عن قضايا فساد تورط فيها الرئيس ومن معه، إلا أن المسجون هو الرئيس فقط دون حاشيته؟ والله هو في المسألة فيها شقين، فيها جانب شكلي وجانب موضوعي. يعني في الجانب الشكلي، سجن الرئيس جاء نتيجة، يظهر كأنه نتيجة لتحقيق برلماني تحدث عن فساد عريض تورط فيه الرئيس وحاشيته وكل المحيطين به. من حيث الموضوع المضمون، يعني من حيث المبدأ، نحن مع محاسبة كل من ثبت في حقه فساد، وخاصة إذا كان فساد عريض، وخاصة إذا كان فعلا يمس بممتلكات الدولة والشعب. إذن من حيث المبدأ، لا أحد فوق القانون، على الجميع أن يخضع للمساءلة والمحاسبة، لكن شريطة أن تكون هناك عدالة حرة شفافة ونزيهة، وأن يعرض الملف على العدالة، إما أن تبرئه وإما أن تدينه. يعني فهذا من حيث، يعني نقدر نقول أنه موقف عام، ليس فقط حول ما حدث في موريتانيا، ولكن ما حدث في موريتانيا وفي العالم أجمع.
لكن دعني أقول أنه يعني هل هذا يعكس يعني قوة البرلمان عندما كشف هذه القضايا وأن السلطات الموريتانية استجابت إلى التقرير وما أفضى عنه التقرير من قضايا فساد؟ هو دور البرلمان معروف ومحدد وليست له سلطة تنفيذية، هو كلف بمهمة البحث عن فساد محتمل، قام بعملية تحقيق وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني، والنتائج كما هو معلن، لا أقول كما هي في الكواليس، النتائج أفضت إلى فساد عريض يعني مس مختلف الجوانب، وتورط فيه بشكل واضح وصريح حسب ما تم إعلانه الرئيس ذاته والحاشية تاعه. لكن دعني أقول أنه يعني الآن نحن في 2021، يعني العالم تطور كثيرا وأصبحت يعني المعلومة تصل إلى الجميع بطرق سهلة ومن السهل سهولة بمكان، ليس على مستوى موريتانيا فقط ولكن على مستوى العالم، العالم كله يعلم أن هناك تورط في فساد عريض وكبير. يبقى الآن هل حقيقة الدافع إلى سجنه هو فقط تورطه في الفساد هو وحاشيته، أم هناك تصفية، أم هناك جناح آخر وتصفية حسابات التخلص أخرى؟ من لكن أنا دعني أقول أنه أنا مع المحاسبة، حتى ولو البعض يتدرع بأنها تصفية حسابات، حتى ولو كانت تصفية حسابات فأنا مع المحاسبة، ولكن المحاسبة يجب أن تكون وفق قواعد معلومة وواضحة وشفافة وعن طريق محاكمة عادلة تتوفر فيها كل شروط المحاكمة الصحيحة. ولكن المعروف عن البرلمانات العريقة في العالم أستاذي، إذا كانت تسمح لي، أن البرلمانات سجنت وزراء وأسقطت حكومات. صحيح. عندما يكون لديك برلمان قوي. الأستاذ صوفي، كيف تقرأ هذا اليوم؟ هل هناك صراع أجنحة في موريتانيا؟ جناح أراد أن يتخلص من الحقبة التي فرضها الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، علما أنه وصل إلى سدة الحكم عام 2008 بانقلاب عسكري. ممكن أنني سأخالفكم الرأي جزئيا وليس كليا. وكذلك الأستاذ صوفي، أولا سجن الرئيس الموريتاني وجاء على خلفية عدم امتثاله لوضعه تحت الإقامة الجبرية، لا تحت الإقامة، معناها أنه كان يذهب ليمضي كل ثلاث مرات في الأسبوع، ولأنه أخل بهذا الالتزام القانوني تم وضعه في شقة بمدرسة الشرطة على شاكلة الإقامة الجبرية، والدليل أن هذه الشقة الذي هو موجود فيها تم أن كان فيها عبد الله السنوسي الليبي الذي قدمته موريتانيا في 2012 وفقا لاتفاقية بين موريتانيا وليبيا أنذاك. الآن وضع الرئيس في تحت الإقامة الجبرية هذا لا يعني أنه تم سجنه بناء على محاكمة، والبرلمان لا يحاكم الرئيس، ربما يقوم بعملية تحقيق، وهذا التحقيق يضفي إلى تقرير عام بناء على تبديد المال العام أو من شيء من هذا القبيل. تمت إدانة الرئيس و17 عضوا آخرا، وهو وضع دون غيره للسجن لهذه الأسباب وليست لغيرها، وليس للبرلمان في موريتانيا أن من يوقف الرئيس أو الجماعة الأخرى، بل هناك عدالة، المحكمة هي التي سوف تفصل في هذا الأمر. وبالتالي هنا نحن نتحدث عن فصل بين السلطات، ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. والسلطة التشريعية التي لها مهمة
أو توكلوا إليها مهمة الرقابة، وهذا العمل يدخل في إطار الرقابة التي قامت بها الهيئة التشريعية أو البرلمان، والتي أفضت إلى مجموعة اختلاسات كما يزعم. وسوف يحال الملف عند انتهاء العملية كلها على القضاء، ومن هنا سوف تفصل أو يفصل القضاء في هذا الموضوع. لكن بالقول أنه وضع دون غيره في السجن أو السجن الاحتياطي، هذا شيء غير مفروغ منه. لكن الأهم شيء برأيك الآن، إذا كان ربما ما يحدث في موريتانيا مع ليبيا مع تونس هي الأخرى، هل هي دمقرطة العمل السياسي برأيك؟ يعني هناك نوع من حراك، هذا الحراك ساخن، فيه أطراف تدافع عن مصالح معينة، هناك أطراف داخلية متواطئة مع الخارج مثل ما نشهد اليوم، وسنأتي إلى الملف الليبي. ما هي قراءتك أمام كل هذه التحركات الآن في الدول المغاربية بصفة عامة؟ على العموم موريتانيا معروف عليها الاستقرار السياسي بغض النظر عن الممارسات، لكن لا يمكن أن ننفي أن هناك ربما أجندات أجنبية، لأنه طبيعة الصراع في منطقة الساحل تنطلق من موريتانيا إلى القرن الإفريقي، والفواعل سواء كانت اللوبيات أو الشركات المتعددة الجنسيات أو الفواعل الدولتية لها مصالح وتغذي طبيعة الأزمات أو الصراعات داخل الدول، داخل الجبهات الداخلية، لخدمة لمصلحة دون غيرها، علما أنه كل رئيس قادر أن يكون في توجهه يتماشى مع طبيعة بعض الفواعل المتواجدة في المنطقة دون غيرها، كما شاهدنا ربما في تشاد بعد اللي كان الرئيس دابي يخدم المصلحة الفرنسية ولأكثر من عقدين أو ثلاث عقود من الزمن، تم اغتياله في منطقة تقع بين ثلاث قواعد عسكرية فرنسية، وفي نفس الليلة باركت فرنسا مقتل باركت استلام ابن الرئيس والذي يقال عنه أنه ربما كان متورط في عملية قتل والده، لأن أمام السلطة والمصلحة السياسية تضحي بأقرب الناس إليه كما كتب أحدهم. الأستاذ عز الدين، ذهبت بعض التقارير الإعلامية والأمنية إلى القول أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز ضحية دائرة ضيقة، التي لأنه إذا كان تكلمنا عن الفساد، محمد ولد عبد العزيز لم يحكم موريتانيا لوحده، يعني هناك أناس، البعض يقول بأنه هناك خيانة داخلية في محيط المقرب والضيق لمحمد عبد العزيز أدت به إلى السجن. وكان مثل هذا الكلام يمكن أن يقبل لو فقط تحدثت عن موريتانيا، لكن لما نشوف أنه في المدة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، العشر الأخيرة، يعني وجدنا نفس السيناريو على مستوى تونس، ثم قيل أن المحيط الذي كان مقرب جدا من زين العابدين هو الذي ساهم في الانقلاب عليه بشكل أو بآخر، تخلى عن الرئيس، تخلى عنه. وأن الفاسدين كثر وليس فقط هو زين العابدين بن علي، وفي مصر نفس الشيء، وفي الجزائر ما يقارب ذلك بشكل أو بآخر. لكن الحقيقة الثابتة التي لا يختلف حولها اثنان، أن هؤلاء الرؤساء استغلوا مناصبهم فأفسدوا في الأرض، في ديارهم، أفسدوا بلادهم، سرقوا ونهبوا وفتحوا الباب واسعا أمام كل من يسرق ومن ينهب. برأيك قضايا الفساد أستاذ عز الدين كانت دائما بتغطية من الجهات الخارجية كالمستعمر القديم مثلا؟ هو يقين بأدلة قطعية أن فرنسا على الخصوص هي التي يعني ما وجد فساد في دولة ما إلا وجد فساد في خلينا نتكلم على المنطقة التي هي
كانت تحت السيطرة الفرنسية ولا تزال تحت نفوذها. نعم. يعني ما من رئيس يجرؤ على أن يتوغل بشكل فاضع في الفساد الظاهر أمام الشعب وأمام النخبة وأمام العسكر وأمام بلده وشعبه إلا لأنه يظن كان يظن أو يعتقد أنه محمي من طرف فرنسا، وفعلا فرنسا كانت تحمي هؤلاء إلى آخر لحظة، لأن هذه الخيرات تنقل البنوك الفرنسية. نعم، لأن ما يسرق هنا من أموال لا يبقى منه 10% على مستوى الوطن أي دولة. نعم. كل الأموال التي نهبت إما هي في فرنسا أو في دول من دول إسبانيا وسويسرا يعني الاتحاد الأوروبي إلى غير ذلك. نعم. فهذا المعطى موجود، لكن دعني أقول أن هناك شيء ما يحدث ربما لا ينتبه له كثير من الناس. التاريخ يتحول والدول تتحول والمعطيات تتحول والفواعل كما أشار الأستاذ قبل قليل أيضا تتحول وتتكاثر. هناك عدة عوامل دفعت إلى يعني وضع نهاية محتومة لزعماء الفساد بالمفهوم الذي تفضلت به على مستوى الدول وبشكل جهري وعلني، ولهم حماية خارجية وحماية داخلية. يعني لأنهم كان هؤلاء اللي سماها بالنسبة للجزائر مثلا العصابة كانوا يظنون أنهم بعيدين عن المحاسبة، ليست هناك أي جهة تستطيع أن تحاسبهم، لا البرلمان ولا غير البرلمان ولا الرقابة ولا الإعلام ولا أي جهة أخرى. داسوا على المؤسسات والدستور والقوانين التي شيء. تسير قوانين الجمهورية بصفة عامة. ولذلك نعم. هناك حراك شعبي إعلامي نخبوي، يعني فواعل متعددة دقت ناقوس الخطر وبينت أنه لا يمكن لهذه الدول أن تستمر بهذه الممارسات بالشكل العلني المفضوح، وفي ظل التحولات الإقليمية والدولية إذن لابد من وضع حد لهذا. تبقى الكيفية، كيف ومن وراء ذلك ومن الفاعل ومن المفعول به، وهل هي تصفية حسابات أو غير ذلك، كل هذا يعني له جزء من المصداقية فينبغي أن يطرح في التحليل. نعم. الأستاذ صوفي، برأيك الجهة التي سجنت الرئيس السابق الموريتاني محمد بن عبد العزيز، هل برأيك تريد أن تشتري السلم الاجتماعي داخليا أو هناك مملايات خارجية على من هم بالسلطة اليوم؟ حقيقة يجب البث في الشأن الموريتاني، لماذا شراء السلم؟ الوضع غير محتقن في محمد ولد عبد العزيز وصل إلى السلطة عن طريق انقلاب لكن عسكري، وخرج من اليوم هناك رئيس آخر لم يصبح رئيس للجمهورية ولم ينتبه انتهت عهدته، ولكن اليوم متهم بفساد هو وحشية عريضة أثرت على مستقبل البلد الموضوع كما تقول بعض التقارير. لكن الموضوع ليس مطروح بهذه الطريقة في موريتانيا. الموضوع مطروح من خلال مشروع محاسبة قام به البرلمان. الآن السؤال المطروح، من يقف من وراء هذه المحاسبة؟ هل هي حسابات ضيقة داخلية أم هي حسابات لأجندة أجنبية؟ هل لا يزال الرئيس يمارس نوع من السلطة حتى بعد خروجه من سدة الحكم؟ هذه كلها أسئلة يجب البث فيها حتى نعلم لماذا، لأنه أصبح لا يمثل تهديدا بالنسبة للسلطة أو بالنسبة لأشخاص آخرين، ما عدا إن كانت هناك أشياء خفية يجب البث والبحث فيها، وربما مجموعة من الأيام المقبلة سوف تزودنا بأكثر معلومات حتى نتمكن من على الأقل فهم أو تحليل ما يجري حاليا في موريتانيا. أستاذ عبد العزيز، آخر سؤال في هذا المحور،
بالنسبة لما يحدث في موريتانيا مشابه لبعض الدول المغاربية الأخرى بحكم الجوار، بحكم العادات التقاليد التي تحكم شعوب المنطقة بصفة عامة. وأنا أشرت قبل قليل إلى هذا الموضوع وكنت أعنيه، يعني لأنه ما حدث سواء كان تصفية حسابات أو من ورائه أجندة أو داخلية أو خارجية فهو واقع موجود، وهو عبرة دروس وعبرة لمن يريد أن يعتبر. يعني لأنه لا يوجد أي رئيس تهم بالفساد وهو غير فاسد، ولا تهم بمصادرة أموال وطنه وهو لم يفعل ذلك. إذن الجريمة موجودة، الجريمة موجودة، ومع سبق الإصرار والترصد والأدلة موجودة سواء داخلية أو خارجية، وما يعلمه الغرب أكثر مما يعلمه يعني أهل البلد نفسهم، وما هو مطروح في الملفات أكثر بكثير مما هو مسرب إعلاميا. يعني إذا تحدثوا عن فساد لرئيس معين ولا لدولة معينة فهم يتحدثون عن إبسيلون من الفساد، يعني حاجة بسيطة جدا مقارنة بالفساد العريض الذي تعرضت له هذه المنطقة. إذن آن الوقت، أنا بالنسبة لي حان الوقت إلى أن نعيد تشكيل المنطقة من جديد على أسس على نعم والتخلص من مملايات لا الخارج. هو المشكلة الجوهرية، أن يقول لك أنه المشكلة الجوهرية هو التدخل الخارجي وصياغة الحلول. يعني إذا كان حلول وطنية داخلية سواء كانت صحيحة ولا غلطة، إذا غلطة نصلحوها ماشي مشكل، أما إذا كانت بإملاءات خارجية ولأجندة خارجية ولإعادة ترتيب البيت من جديد بمفهوم خارجي وولاء خارجي. ولكن يذهب البعض، أستاذ عز الدين إذا كان تسمح لي، يذهب البعض إلى القول بأن حتى الخارج عندما يريد أن يتخلص من بعض الحكام وبعض الرؤساء الذين أولاهم هو في بلدانهم يخلق لهم مثل هذه المشاكل لإبعادهم واستبدالهم بآخرين. ولكن هو لا يخلقها من فراغ، هو لا يخلقها بالكذب بالبهتان بالإدعاء، هو يخلقها لأنه يعلم حقيقتها ويعلم أكثر منها. يعني ما تعلمه فرنسا عن فساد عبد العزيز أكثر بكثير مما نعلمه نحن ويعلمه الإعلام ويعلمه الموريتانيون، وما كانت تعلمه فرنسا حول فساد وحجم الفساد الذي كان يقوم به بن علي وأسرته والمقربين منهم هو أضعاف مضاعفة من الحقيقة التي سربت. إذن أنا أقول أنه سواء كان تصفية حسابات أو كان يعني من طرف لوبيات أخرى داخلية أو كان بتواطؤ أيضا بإملاءات خارجية، بالنسبة لنا، بالنسبة للشعب كشعب، بالنسبة للدولة كدولة، بالنسبة للوطن كوطن، هذه حقيقة ينبغي أن نركز عليها، أنه لا يمكن أن تبنى دول بعصابة فساد من مثل هؤلاء وولاؤهم للخارج سواء لغير الوطن والشعب. نعم أستاذ سوفي، إضافة في هذا بعجالة. لا، هو في ربما في 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 خضم هذا الحديث نحن نتحدث عن طبيعة علاقة المركز بالمركز والمركز بالمحيط والمحيط بالمحيط. هذا ربما مقاربة نظرية طرحتها نيو ماركسية فيما يخص طبيعة علاقات الدول العالم الثالث مع الدول المتقدمة، وبحيث أنه الحاكم يصبح خاضع كليا لطبيعة التحرك وأهواء ومصلحة الحاكم الغربي الذي نمثله بالمركز. وفي حالة عدم الانصياع فهنا هناك إمكانية الانقلاب أو تحريك المحيط، أي الشعب داخل الدولة، أو تحريك منظمات حقوقية لإسقاط السلطة وتعويضها. في كلتا الحالات دائما الحكام في دول العالم الثالث يعانون الكثير، إما الرضوخ للفواعل هذه الغربية أو محاولة الذهاب إلى إيجاد حلول تنبثق بما كما سميناه بالخصوصية المحلية. رائع جدا. مشاهدينا الكرام، فاصل، ابقوا معنا.
مشاهدي الكرام، مرحبا بكم إلى الجزء الثالث أو المحور الثالث والأخير في هذه الحلقة. مؤتمر دولي ما سمي ببرلين 2 لحلحلة الوضع بين الفرقاء في ليبيا. عنوان هذا المحور: الشأن الليبي بين مؤيد ومعارض. الأستاذ عزدي، ربما تابعت افتتاح المؤتمر. ليبيا هي الأخرى اليوم تحضر الانتخابات، ستكون حسب الوعود وما قدمته وزارة الخارجية بدورها قائلة أنها ستكون شفافة ونزيهة لحلحلة الوضع والخروج بمؤسسات حتى تستعيد ليبيا استقرارها وعافيتها في نهاية هذه السنة. متابعتك للشأن الليبي، ماذا ما يلفت انتباهك بالدرجة الأولى؟ لأن رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد بيبا يقول ليبيا لن تستعيد عافيتها إلا برحيل المرتزقة ومن أسماهم بالإرهابيين. هو الموضوع الليبي موضوع شائك جدا يعني، وأنا تابعته منذ البداية وإلى اليوم، يعني الأطروحات التي كانت موجودة مع الأسف التدخل الأجنبي هو الذي، لما أقول تدخل الأجنبي ليس سياسي يعني، ليس تدخل سياسي، نعم. أو لا أتحدث عن تدخل سياسي والإعلامي وغيره، ولكن تدخل مباشر وغير مباشر، لأنه البعض كان يعتقد أنه يمكن حسم المعركة لصالحه أو لصالح تياره أو لصالح الموالين له، ولذلك أصبحت ليبيا هي مكان لمعركة تقوم بها أطراف خارجية على أرض ليبيا. موقف الجزائر كان واضحا منذ البداية، وربما هو الموقف الوحيد. سنأتي نعم إلى, نعم إلى, إلى, إلى محور الجزائر خاصة. إشارة فقط نعم. وهو أن الحل لا حل إلا حل سياسي، وأن هذا الحل السياسي ينبغي، وأن الليبيين هم المسؤولون عن تطبيقه وإيجاده والحديث حوله وتطويره إلى غير ذلك. وفي نهاية المطاف تم الاقتناع بهذا الحل، وتقرر بصفة رسمية وتحت إشراف دولي الذهاب إلى انتخابات حرة شفافة ونزيهة تعيد الكرة إلى الليبيين وتفتح الأفاق أمام الليبيين من أجل استرجاع سيادتهم الكاملة والانطلاق في مشروع بناء مشروع ليبيا الحديثة أو الجديدة وفق ما يريده الليبيون. إذن أنا شخصيا مع هذا الطرح، ليس يعني ديماغوجيا ولا عاطفيا، ولكنه ولكن دكتور إذا كان تسمح لي، أمام ما تقوله هناك ما يقوله المعروف بالماريشال حفتر، له ما يقول كذلك في ليبيا. وحفتر خارج اللعبة الآن، القضية قضية دولية واتفاق دولي، ونحن أمام موعد يعني على الأبواب وهو الانتخابات. إذا كان لحفتر أن يكون في الحل المستقبلي، عليه أن ينخرط في مسلسل الانتخابات وأن يرجع إلى الشعب وأن يتخلى عن دعم الميليشيات الخارجية وغير الخارجية. ولكن حفتر لم يأتي من عدم دكتور في ليبيا، وإنما كيف تقرأ إذن مواقف الدول التي صنعت من حفتر داخل ليبيا؟ هي صنعت منه لأنها كانت تراهن على الحل العسكري، وأداتها في الحل العسكري هو حفتر. ولما أقول حفتر أيضا نعود نرجع لنفس ما قلناه من قبل، يعني ما وراء حفتر، لأنهم يعلمون أن حفتر سيموت اليوم أو غدا يعني في الأجل القريبة. بالنسبة لك هو مجرد واجهة فقط. هو مجرد واجهة، وهذه الواجهة تدير خيوطها أطراف خارجية لها مصالح اقتصادية وسوسيولوجية أيضا في ليبيا، ولكن هذه الأطراف عجزت عن تفعيل هذا الدور، ووصلوا إلى قناعة ولو مفروضة عليهم أنه لا حل في ليبيا إلا عن طريق الحل السياسي، والحل السياسي ينبغي أن يمر حتما عبر الانتخابات الحرة الشفافة والنزيهة وتكوين مؤسسات الدولة الليبية، الدستور ثم البرلمان ثم المجالس المحلية وغير ذلك. إذن القناعة اليوم
يعني المشهد اليوم فيه ناس تريد أن تظهر إعلاميين أكثر منها في الحقيقة. نعم. ما يقال حول حفتر وما يريد حفتر وما يفعل حفتر ما هو إلا محاولة لتعطيل ما يمكن الحل السياسي، تعطيله بشكل أو بآخر أو إرباك القائمين عليه، لكنها القضية قضية الصبحة الدولية. إذن برأيك حكومة الوحدة الوطنية ستنجح؟ لا، ما فيش كلام، ما فيش يعني بديل آخر، لا يوجد بديل آخر إلا هذا البديل. لكن داخل هذا البديل الذي ينجح هو الشعب. الذي ينجح هو الذي له علاقة مع الشعب، هو الذي يحتضنه الشعب. المشروع الذي ينجح هو المشروع الذي ينبثق عن إرادة حقيقية للشعب الليبي. وهذا الذي نتمناه نحن وندعمه بدون مقابل. الجزائر لما دعمت الحل السياسي السلمي والذهابي للانتخابات حرة شفافة ونزيهة ليس لها أي طمع في ليبيا، عكس البلدان الأخرى التي لها أجندة أخرى وأطماع أخرى وتفكر فيما بعد في ليبيا المستقبل. وكما سبق أن ذكرت أن الشأن الليبي معقد جدا، لأن ما زال الفكر القبلي العشائري له ثقله ولهم ما يقولون في التسوية والمصالحة. والخوف اسمح لي، الخوف عمره ما يكون الخوف من الليبيين، من السكان الأصليين، من الليبيين أنفسهم، سواء كان العروش أو غير العروش، لأنه كل شيء وإنما من استغلالهم من طرف أجندة أجنبية لها أغراض أخرى تماما، يعني لا تهتم لا بالعروش ولا بغير العروش. إذن الليبيين عليهم سواء كانوا في العروش أو في الحكومة أو في غيرها أو في القبائل عليهم أن يفتكوا هذه المبادرة وأن يأخذوا الأمور بجدية وأن يبحثوا، أنا لا أقول أنه نهائي، يبحثوا فيما بينهم عن الصيغ، عن الوسائل، عن الأساليب، عن التنازلات. إذا تنازل الليبيون لبعضهم البعض فهو شيء مقبول ومطلوب، إذا تفاهموا على خط معين فهو مقبول، إذا تفاهموا على انتخابات معينة فهي مقبولة، إذا أنتجت الانتخابات أي فريق مهما كان فهو مقبول. والنهاية مش هذه بداية وليست نهاية، يعني حتى اللي ما يفوز في الانتخابات الجاية ليست نهاية، سوف يكون في المرحلة المقبلة، لأنه ما يأتي بعد هذه الانتخابات هي بدء في مرحلة انتقالية لكنها ليبية. وضع المؤسسات، مؤسسات دولة، مؤسسات دولة ثابتة. والحل ليبي لا يعني أنهم سيتفاهمون على كل شيء بين عشية وضحاها، ولكن هي بداية للحل. ويعني التأسيس ما لا تقوم الدولة إلا به. نعم. الأستاذ صوفي، الأستاذ عز الدين سمعت واش قال الآن، أنه كل هذا وعدم النجاح هو بسبب تغذية أطراف خارجية للفتيل القائم والصراع القائم داخل ليبيا. ما هي قراءتك لهذا؟ نحن لا نتحدث عن تغذية خارجية، يجب أن نفهم المشكلة الليبية. إذا فهمنا المشكلة الليبية وتطورات المشكلة الليبية سنفهم مخرجات مؤتمر برلين 1 و2، وربما إن كانت هناك إمكانيات الانتخابات لأن نصل إلى هذا الشيء. يجب أن نتذكر قبل 2010 تم اكتشاف الغاز أوفشور في منطقة البحر المتوسط الناحية الشرقية. آنذاك هناك بعض الدول الإقليمية حاولت أن تمرر أنابيب الغاز عبر ليبيا وتونس إلى إيطاليا، مشروع يضاهي مشروع نابوكو، مشروع نابوكو الذي من أجله تفككت سوريا أو قامت مشكلة سوريا، والذي كان يقضي بنقل غاز قطر إلى أوروبا عبر سوريا ومد إسرائيل أو الكيان الصهيوني، وهذا الخط يمر عبر تركيا ويجعل من تركيا المفترق الطرق للطاقة العالمية.
سواء كان الغاز الذي سوف يأتي من تركمانستان أو من جورجيا أو من سوريا أو من روسيا، يجعل من تركيا منطقة غاز أو طاقة بامتياز. ربح للوقت فقط. لا لازم دكتور باش نبقاو في السرعة، مخرجات مؤتمر برلين لازم نفهموا هذا الشيء. قبل سقوط نظام معمر القذافي كان هناك مصالح مجموعة من الدول. سقوط نظام القذافي الذي كان يمثل عقبة أمام هذا المشروع أدى إلى سقوط مصالح قوى كبرى، وهنا بدأت صراعات القوى الكبرى في منطقة ليبيا حول المصالح. هذه الصراعات أفضت إلى لاحقا إلى توافقات دولية، هذه التوافقات الدولية مكنت من الذهاب إلى الحلول الليبية. وتذكرنا أن المشكلة الليبية ليست مشكلة داخلية بقدر ما هي مشكلة إقليمية ودولية. عندما وصلت القوى الكبرى بعد تحويل منطقة الصراع أو نقطة، وهذا ما قلناه في بداية سؤالي لك، أن هناك القوى الأجنبية من تغذي هذا الصراع، إذن صراع مصالح، والرابح الأكبر هو فرنسا. ليست فرنسا فقط، لا لا، لما نقول الرابح الأكبر هي فرنسا، من هي من قامت بلوصال بولو مثل ما يقال. لا إذا في ليبيا. إذا تحدثنا عن فرنسا وسقوط القذافي كان بناء على مجموعة من المصالح. حتى حلف الناتو لما أوكلت إليه مهام حفظ منطقة بنغازي بناء على قرارين مجلس الأمن 1970 و 1973، والقرارين لهما رمزية. رمزية 1970 هو إخلاء القواعد العسكرية البريطانية من منطقة جبل الأخضر، و 1973 هي رمزية إعلان معمر القذافي عن الصراع ضد الإمبريالية. حتى الرمزية كانت موجودة. إذن فرنسا لم تكن معزولة في هذه العملية، لكن صحيح أنه ساركوزي كان ينوي التغطية على الفينانسمون تاع الحملة الانتخابية تاعو، لكن أيضا الانتقام من الصفقة الفاشلة للرافال. للتذكير فقط أن ساركوزي في 2007 عندما زار الراحل معمر القذافي باريس أقام خيمته في الدائرة 18 وسط باريس وبارك ذلك. ولكن الآن بين قوسين، وهذا فيه تقارير إلى يومنا هذا بشهادة أحد السياسيين اللبنانيين عندما يقول أن ساركوزي تواعد معمر القذافي بالتصفية الجسدية، وهو من كان وراء تصفية معمر القذافي الذي مول حملته الانتخابية. إذن فرنسا اليوم لها مصالحها وتدافع عن ذلك، وإعمار ليبيا اليوم بطريقة أو بأخرى تقدم فرنسا خدماتها إلى ليبيا. هي فرنسا هي اللاعب الأكبر في ليبيا، ليس بالضرورة فقط إلا بالمفهوم المصلحي الضيق، لأن كل الدول تبحث عن مصالحها. أكيد أكيد. كل ما حدث في ليبيا من تشويش، من تعطيل للحلول، من ضرب للمقومات ليبيا، من تعطيل قيام الدولة الليبية، هو وراءه فرنسا. لانه كي نشوفوا اليوم من هي الدول العظمى اللي راهي تعمل على البحث عن مصالحها في الاخر. نشوف مثلا مصر ونشوف الامارات على بالشكل المباشر كمنفذين، لكن تحت رعاية من، تحت وصاية من، وتحت رعاية من، ولصالح من؟ هي كلها تحت الرعاية الفرنسية ولصالح المشروع الفرنسي اللي هو أبعد بكثير من المصالح الاقتصادية. لا نستبعد حتى اللوبي الصهيوني يلعب دوره بالوكالة في ليبيا اليوم. لا يمكن الفصل بين المشروع الفرنسي والصهيوني، هما عملان لوجهتان لعملة واحدة يعني. الآن دكتور، والسؤال موجه لكما، الجزائر أرمت بثقلها السياسي والدبلوماسي في الشأن الليبي منذ بداية الأزمة، وهذا ما أكده في عدة لقاءات الرئيس عبد المجيد تبون عندما قال طرابلس خط أحمر. تمام. كيف تقرأون هذا؟ تمام. هو شوف الآن الدبلوماسية الجزائرية فيما يخص كل التدخلات الأجنبية وخاصة بالنسبة إلى ليبيا، يعني العقيدة الجزائرية في هذا الشأن أثبت الواقع أنها هي الأقرب
الأقدر على فهم الواقع والأقدر على الاستمرار، لأنه ما عندهاش مصالح بالمفهوم الضيق لكلمة المصالح. والعالم كله في نهاية المطاف الأمم المتحدة تبنت بشكل واضح وصريح موقف الجزائر، موقف الجزائر بحذافيره، بحذافيره، لأن اللي يعني تأجيج الحرب هناك كان بسبب قناعة لدى البعض أنه يمكن الحل العسكري، ولذلك التجأوا إلى من ينفذ هذه المعادلة وهو حفتر. ولكن طرح الجزائري، أما الطرح الجزائري فهو مع الحل، لا هو مع الحل، ومن حق الجزائر باعتبارها دولة من دول الجوار. أولا الجزائر دولة جارة ولها حدود ولها مصالح ولها إقليم أكيد، ولها جانب أمني فعلا. ولما الجزائر وقفت وقفة صريحة وواضحة فهمها الجميع، ربما عامت الناس ما فهموهاش، وهو أنه أننا سوف لن نبقى، يعني المؤسسة العسكرية لما صرحت بأننا سوف رسالة كانت واضحة من قبل رئيس تبول، يعني أي مساس بأمننا الداخل لن نسمح بأي مساس بأمننا الوطني والداخلي. نعم، هنا الأستاذ صوفي عندما قال عبد الحميد دبيبة أن هناك مرتزقة أجانب وهناك إرهابيين وعليهم الرحيل من ليبيا، المقصود الأول تقريبا كانت تركيا التي ردت بأنه عدم سقوط طرابلس أن تركيا هي من قامت بحماية طرابلس والمطار، كيف تشوف هذا؟ لا هي في الحقيقة حتى لو نعود إلى مداخلة وزير الخارجية الجزائرية صبري بوقدوم في خلال هذا المؤتمر، أكد على ربما من بالأسباب التي أطالت عمر الأزمة هو عدم خروج المرتزقة والجماعات المتطرفة، لكن أكثر من هذا الشيء هو تدفق الأسلحة التي لا تزال تدخل إلى ليبيا رغم الحظر الدولي على هذا. هذا يعني أن كما سبق وذكرنا أنه طبيعة الصراع لا تزال موجودة داخل ليبيا ما بين الفواعل الأجنبية، سواء كانت الفواعل الإقليمية أو الدولية، حول المصالح في ليبيا، علما أن الإعمار في ليبيا سوف يتجاوز ربما 200 مليار أو على الأقل يقارب 200 مليار دولار. هناك صفقات حول هذه الإعمار حوالي 200 مليار، لكن صفقات أخرى تخص الطاقة، تخص الاستغلال الأوفشور، لكن امتداد منطقة الصراع من ليبيا إلى تشاد تبقي ليبيا دائما داخل دائرة الصراع الكوني. إذا كانت فرنسا تحاول إعادة بث استراتيجية جديدة في المنطقة بعد ربما تراجع دورها وعلى الأقل مصالحها في إفريقيا الاستوائية، لأفريقيا أسترال وجنوب غرب إفريقيا، خاصة صعود هذا الشعور بالكراهية ضد فرنسا، تراجعها أمام دخول الولايات المتحدة الأمريكية على طول الخط في ليبيا وفي المنطقة، هذا ما جعل ربما طبيعة الصراع يأخذ منحة آخر. لكن مؤتمر برلين هذا اثنين، أستاذ شوفي في الدقيقتين الأخيرة يعني يتساءل أحدهم، اسمح لي أستاذ عبد العزيز، الوقت داهمنا في الدقائق الأخيرة لهذه الحلقة، يتساءل أحدهم الآن ذهاب هؤلاء نسمعهم بالمرتزقة والإرهابيين وغيرهم حتى العصابات الموجودة، خروجهم من ليبيا برأيكم أين سيكون الاتجاه؟ ولا بالنسبة لنا ليبيا جارة، يعني راهم في ظهرنا مثل ما يقال، الخطر الداهم الآن هو الأمن القومي للشعوب والجزائر معنية، برأيكم رحيل هؤلاء سيكون باتجاه من؟ هو معروف أستاذ، أولا تفضل تفضل تفضل، معليش معليش حتى نربح الوقت، تفضل صوفيا. هو تحدثنا أنه بؤرة التوتر لما نقلت من سوريا إلى ليبيا، إلى ليبيا فعلا. اليوم ليبيا وتدفق السلاح بكميات طبيعة الحال، اليوم ليبيا التي تذهب نحو الحل السياسية نعرف أنه هناك منطقة جديدة تقع جنوب ليبيا ألا وهي تشاد، ومورفولوجية الصراع في تشاد تشبه كثيرا مالي،
جنوب ربما زاخر وشمال كله نومان لاند أين توجد الكثير من الجماعات المرتزقة، ويمكن أن تتحول تلك الجماعات إلى تشاد حيث تصبح هي الخلفية لطبيعة الصراعات المستقبلية في منطقة الساحل. في منطقة الساحل بصفة عامة. أستاذ عبد العزيز، هو قبل أن يداهمني الوقت أريد أن أؤكد على مسألة جوهرية، وهو لما تكلم دبيبة عن المرتزقة وتجار السلاح لم يكن يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى تركيا، لأن تركيا على تفاهم يعني دخلت في إطار اتفاقية دولية ثنائية بينها وبين الآخر، والمراد بهم هم المرتزقة فعلا، يعني الجيش الغير النظامي أو شركة فاغنر أو القوات التي استعان بها حفتر مثلا، القوة التي استعان بها حفتر في إطار الاتفاق مع الإمارات وحتى مصر بما فيها المقاتلين العرب، بما ما يعرف بالمقاتلين طبعا هذوك أدوات، هؤلاء أدوات، يعني لماذا يسمونهم المرتزقة؟ في الحقيقة أقرب تسمية لهم هو المرتزقة، لأنهم يقاتلون بإعاز من الأطراف التي جاءت بهم. السؤال الآن يعني هل هناك من يبيد هؤلاء أو يمتصهم ويمتص الكمية الهائلة من الأسلحة التي تدفقت لسنوات في ليبيا وهي أسلحة فتاكة؟ هي هذه لعبة دولية قادرة، لعبة تاع مخابرات دولية تتحكم في هؤلاء ما يسمى بالإرهاب والإرهابيين والمرتزقة والجنود المقاتلين وغيرها، وهي التي تدير الخيوط وتبعث إلى هذا البلد أو ذاك وفق رؤية استراتيجية ودراسة موجودة كما أشار الآخر، ربما الآن سوف يحركون القضية في بقية أو بعض بلدان إفريقيا، وفرنسا ليست بعيدة عن هذه اللعبة وهي منغمسة فيها بشكل يعني كبير وفاضح. لكن بالنسبة للجزائر، أنا بالنسبة للجزائر لا يخيفها ذلك إذا قامت فعلا دولة ليبية وبمؤسسات وطنية وجيش وطني ليبي، سوف يكون هناك تعاون في مجال الحدود المشتركة، في المجال الأمني، في المجال بهذا. الأستاذ عز الدين، نتمنى الإخوة الليبيين ولليبيا دولة وشعبا كل الخير. للأسف الشديد داهمنا الوقت مشاهدي الكرام، بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأسبوع المغاربي، والذي سيأتيكم نهاية الأسبوع المقبل يعني كل يوم خميس مساء. لا يفوتني أن أشكر ضيوفي داخل الأستوديو، كل من الأستاذ عز الدين جرافة محلل سياسي، شكرا لك أستاذ، والأستاذ عبد القادر صوفي المحلل أستاذ العلوم السياسية عفوا بجامعة البليدة، شكرا الأستاذ. ونعتذر عن عدم التواصل عبر خدمة سكايب مع ضيوفنا من كل من موريتانيا وليبيا. تقبلوا مشاهدي الكرام تحية الفريق الذي رافقني في إعداد هذه الحلقة، أمسيتكم سعيدة، ألقاكم بخير وإلى اللقاء.